السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة الاقتصاد الدولي، دبلوم اقتصاد عالمي. المنهج اللي تم تدريسه على مدار الترم الأول والترم الثاني مع سيادتكم كان بيتكون من الأبواب التالية. الباب الأول كان بيتكلم عن النماذج الاقتصادية ونظرية التجارة الدولية، اتكلمنا فيه على الافتراضات والنموذج الرئيسي للتجارة الدولية، التوازن العام في الاقتصاد المغلق، النموذج الكلاسيكي في التجارة الدولية بالرسومات بتاعته، نظرية المزايا المطلقة في التجارة الدولية لآدم سميث، والميزة النسبية في ديفيد ريكاردو، والنموذج العام في النموذج التوازن العام في النموذج الكلاسيكي، النظرية السويدية بالرسومات بتاعتها، الاتجاهات الحديثة في نظرية التجارة الدولية اللي احنا كنا قسمنا جواها الأربع اتجاهات، سواء كان داخل الأذواق، مراحل الإنتاج، كل الكلام ده اتكلمنا عليه، قاعدة الميزة التنافسية وكسبب من أسباب قيام التجارة الدولية. وبعدين ابتدينا دخلنا في الباب التاني اللي بيتكلم عن السياسات التجارية، سواء كان تعريف السياسة التجارية، الأدوات بتاعتها، مكاسب التجارة الدولية، سواء كان قسمناها جواها لمكاسب استراتيجية ومكاسب ديناميكية. واحنا اتفقنا ان المكاسب الاستراتيجية اللي هي المكاسب الساكنة، اللي هي متمثلة في ان كل دولة بتنتج السلع اللي عندها فيها ميزة نسبية طبقا للقدرات اللي وجدت عندها، امكانيات اللي ربنا ادها لها. المكاسب الديناميكية دي مكاسب متحركة عن طريق الانتاج بالحجم الاقتصادي. الرابع عن أثر التعريف على الرفاهية، القيود غير التعريفية أنواعها إيه وأشكالها إيه، إيه المبررات بتاعة الحماية، إن أنا أحمي التجارة الدولية بتاعتي أو أفرض قيود جمركية على الواردات. الباب التالت اتكلمنا فيه على سعر الصرف والمفاهيم بتاعته، سواء كان سعر الصرف مباشر أو متبادل. اتكلمنا على سعر الصرف الثابت والمتغير وإيه الفروق ما بينهم، سعر الصرف الحاضر والآجل وإيه الفروق اللي ما بينهم، أسعار الصرف المعومة يعني إيه سوق صرف والوظائف اللي بيقوم بيها، إيه العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الصرف، دور البنك المركزي في استقرار سوق الصرف، والإيجابيات والسلبيات بتاعة تعويم الجنيه المصري مؤخرا. الباب الرابع بيتكلم على ميزان المدفوعات، اللي هو تعريف ميزان المدفوعات، ايه الوظائف اللي بيأديها، ايه العناصر المميزة او المكونة لميزان المدفوعات، هل ميزان المدفوعات لابد ان يتوازن حسابيا ولا اقتصاديا، ايه معنى التوازن دوت والشروط بتاعته، الاشكال بتاعة الاختلال في ميزان المدفوعات، صوره واشكاله واسباب الاختلال في ميزان المدفوعات، ودور البنك المركزي، هل البنك المركزي ليه دور في علاج الخلل في ميزان المدفوعات، واخيرا اثر الميزان التجاري ومستوى التوازن الداخلي على باستخدام الرسومات الباقي. و أخيرا كان تم تكليف الباحثين بعمل ورقة بحثية على تكتل اقتصادي قائم، سواء نجح أو غير ناجح، سواء كان من خلال التكتل دوت والدول اللي فيه وأسباب قيامه والأهداف بتاعته اللي هو بيسعى ليها وحجم التجارة البينية لما بين الدول اللي موجودة فيها ومدى نجاحه ومن فشله، كل حاجة عن التكتل القائم. وشكرا، توفيق إن شاء الله يا جماعة.